السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في، مباشره من ولايه سعيد ضواحي سطات. معنا واحد المشهد صادم ديال واحد السيده مسنه اللي جرى عليها الربيب ديالها وبغى ياخذ لها حقها بالقوه ومنع عليها الناس انهم يوكلوها. كيف ما كتشوفوا المتابعين الاوفياء القناه شوف تي في، يعني كتعيش واحد الوضعيه كارثيه ومأساويه مسكينه لدرجه انها يعني تحرش عليها الناس باش ما يعطيوهاش الماكله وتشردات. دابا هي يعني هي جات باش تقدم بشي شكاية للدرك الملكي اللي مشكورين انهم داروا معها الواجب واستمعوا لها في واحد المحضر رسمي. غدا تحكي لنا ام عائشه شنو واقع. تفضلي ام عائشه. مالك ام عائشه، شنو واقع لك؟ تكلمي ام عائشه، تكلمي. ندوي من هنا. تكلمي ام عائشه من هنا، تكلمي. اش واقع ليا؟ نعم. لنا حالي. هذا النهار الاول خطبهم وعقب وليداته كبرتهم معاه وهو داه الله وانا بقيت معاهم وفرقوا بد فرقوا. قلت لهم ما حالك انت نبقى فيه ما نخرج منه. قال لي نبني لك ما حال بيني وبينك أخرج. قال لي خرج غنخرج عمايق هي امي هي امي نخرج عمايق. خرجني عمى وليدي وقت عمالي 15 عام ولا 16 عام اقطع كلامي اقطع لي الماكله. نقول لك ولدي نقول لك خذ لي شي حاجه حويجه في حياتي ولا خطم حصيره وبونجه وسرير. هذا الربيب ديالك؟ هذا الربيب ديالي السرير والحصيره اللي خليتهم وصورت وليدي وحلوا وراه صوبوا وصبوا وكمل من عندك. هذا ربيبي وولدي راه ولدي راه كان راكب على ظهري. ام عائشه ربيتيه وتنكر لك؟ ها؟ ايه ربيتيه وتنكر لك. ما سمعت يعني نكرك نكرك وبغى يدي لك حقك وزرع لك. ويه ويجيبوا الناس وليدي الماكله يقولوا لي يقولوا يبغوا يدقوا يقول لهم اللي بغاها يديها عندك. لا كذبت عليه راه فوقي لا كذبت عليه راه فوقي. ام عائشه على ما كنعرف انا انت احبس لي الماكله احبس لي كل شيء ونبقى وليدي باركه. خرجت راسي نص ما ناكل نص ما ناكل ونخرج. غلطت تصيبطت لواحد الدرجه مربي انا ما نولدش. ما عندكش وليدات؟ ما عنديش وليدي الاولاد الخطر ماتوا. واحد الدرجة مربيها لله بسبب الله صيفطت لها مرتو قالت لها تعالي دي عليا امك ما بغيتها ما تليناش بغيناها. الحمد لله خنا زير هدو عمالي وجات لي وليدي وجابتني نحدق وكان من عند ومشوا لي القبيلة كل شي الناس عطيه حشوم عليك. هاد السيد طاغي حشوم عليك راه مرت بوك. واش هاد السيد طاغي؟ اه هاد السيد طاغي. واش هاد السيد عندو النفوذ يعني كيفاش تدرى؟ والو ما عندوش راه ما عندوش. ها؟ والو ما عندوش راه عندو والو اللي ما عندوش. وكيوكل هو الوليدات ديالو وكيخليك انت. كانوا يعطوني النفوذ ولا جبيبينية يا ربي راك فوقي. حيدوا لي الجبانية ما تلوش يعطوني كاع. نعم نخرج نعكز نطلب خبز وناكلو. او جرى عليا وانتي علاش بغا يدير لك صافي ام عائشه؟ اه بغا يدير لك حقك ديال الورث. والله يعلم. اه والله يعلم. خرجك من الدار بغا يدير لك حقك. منو لله. لا حول ولا قوه. ما نسمعش وليد. ملي رجعتي عند البنت ديالك كيفاش لقيتي الدار؟ الدار؟ اه وسط حاجاك احمر وضروبه. راه الدار كليه دارت على هاد الكتيفات. كل شيء داس على الكتيفات. يعني انت اللي كنتي مكبره؟ وكبرتهم وليدي وجوجت البنات ثلاثه وجوجت الاولاد جوج. ولدوا اولادهم ولدوا. دابا هذاك البيت سادوا لك؟ البيت باقي سادوا لك؟ فين ساكنين في الكرادي؟ باقي ساد لك البيت؟ البيت راه ساروا تعدي وحلوا. اها وصبغوا قال لك ودخل لي. ما صار ترى عدي تعدي. حلو ولا قوة إلا بالله. أنا واحد السيدة ممكن أنك تحكي لنا عن الظروف ديال هاد أم عائشة والواقع ديالها؟ يعني ليدك
دابا هاد المراه تفضلي لها دابا هاد المراه عاقره ما كتولدش بحكم الجاره ديالها يعني بغينا كتعاودي لنا شنو واقع لهاد السيده هاد المعيشه. هاد المراه مسكينه عاقره ما كتولدش ما عندهاش الاولاد. دابا خاضت واحد الراجل عنده الربيب. دوك الربيب كبرتهم وعيشتهم اللي جوجات جوجات واللي كله ودار المستقبل ديالو. دابا الراجل مكاتب مع عدى الكاغد ديالها وناض كان عاطي واحد النصيب ديال الارض وعاطيها شي بيت ساكنه فيه. دابا ناض الربيب عطاها الجوع كان هازه في الكل. دابا عطاها الجوع جوج جيران كيجيبوا لها الماكله كيقولوا ما تدخلوش هاد الماكله لها خليها تموت بالجوع كيلو حليم. دابا ترامع على الارض وترامع على البيت خرجها. دابا البيت حلو هي مسورتها الساروت عندها وحل بدل الدفه وبدل القفل. داك البيت ما انضن جوج ولدو بغى يجلسوا فيه وهي خرجها مشات عند واحد البنت مربياها دار بيضاء. ديك البنت ما عندهاش الامكانيه باش غتهز هاد المراه خاصها الدواء خاصها الماكله خاصها الشراب خاصها الكسوه خاصها السباطه. دابا ما عندهاش واحد المكان داك باش زعما غتهزها وترد بها ولا تعرفها شنو عندها ولا ودابا خرجوها. دابا جناها لبريكاد عند جندار قدمنا الشكايه. دابا قال لك خاص هاد الشكايه ودي ام عائشه باغا هي يعطيك حقك. عطيني حقي. الله يصوب لالا. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في يعني في هذا المشهد الصادم هنا في المنطقه ديال ولاد سعيد هاد ام عائشه اللي هي مسكينه واحد المراه عاقر يعني عاقره ما كتولدش. الربيب ديالها يعني جرى عليها منعها من الماكله منع الناس حتى هما يعطيوها الماكله ودابا كتعيش واحد الوضعيه كارثيه. دابا راه هي في الزنقه يعني في الزنقه لحنين الله رحيم الى الله سبحانه وتعالى. جات توجهات للدرك الملكي هنا بولاد سعيد تقدمات بشكايه ما بغاش تسمحي في حقك ام عائشه. لا ما نسمح. ها ما تسمحيش حقك. نسمح فيه ونغنم شي انا صحابه وعاوجه من يدي يا مرجليه. نعم انا عاوجه من غنمش. تابعيها ام عائشه. نسمح فيه ونغنم شي. ما تسمحيش. لا ما كاينش سماحه. لا حول ولا قوه الا بالله. كنشكرك ام عائشه. كيف كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في مباشره من ولاد سعيد معنا هذا المشهد الصادم ديال ام عائشه اللي هي امراه مسنه عاقر كتعيش واحد الظروف ماساويه. الربيب ديالها جرى عليها لا حفظ الزنقه ما عندها حتى شي حد ما كتجبر ما تاكل منع عليها حتى الناس لانهم يعطيوها الماكله ما خلاهمش انهم يوكلوها. الناس حبسوهم عليا. لا حول ولا قوة الا بالله. كنشكركم متابعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. ام عائشة كطالب بالانصاف ديالها وكطالب بالمتابعة ديال هذا الربيب ديالها وما كتسمحش في الحق ديالها. والى اللقاء في بث مباشر اخر.